والحاجة تحية تقدير لكم كمنابر إعلامية، تحية لكل الصحفيين الموجودين. بالنسبة لي أطفال تولد صبغي ومع أطفالنا، أطفال كل مغاربة، فكيستحقوا من عندنا الاهتمام. واليوم حاضرين مدينة وجدة وعرقب لهم، وكذلك لأنه توحشنا ساكنة وجدة. شكرا لهم لأنه تحلنا الفرصة أننا نتلاقاو قلبا لقلب وبدون تأشيرة مع هذا الجمهور الحبيب. ان شاء الله يعني غادي تشوفوني لاول مره، غادي نغني في حفل كبير وكبير جدا بتروكاديرو ولا تور ايفيل بباريس مدينه بفرنسا تحت رعايه ايمانويل ماكرون قصر اليزي. حفل وطني ان شاء الله، العالم المغربي يرفرف بباريس، المغاربه يكونوا حاضرين، قفطان المغربي حاضر، كسكس المغربي حاضر اللي دخل يونيسكو. كل هاد الموروثات الثقافية المغربية غتكون حاضرة بالعمارية المغربية بكل حاجة فيها، والصحراء المغربية حاضرة بقوة إن شاء الله في شخصي. فسعيدة جدا أنني أكون مشاركة ولا عزاء للحاقدين. أول حاجة الاهتمام بالنفس، لأنه الإنسان ما غاديش نبدا نقول لك لا بسبب هذه وبسبب هذه. شوف الانسان نفسه الا ما اعتناش بها ولا ما اهتمش بها، فبحالها بحال الورد، بحالها بحال اي حاجه كتهملها كتجي تلقاي بزاف. فالانسان العنايه بنفسه، وانني كنواكب كل الوقت، وانني خاصني نكون دائما عند حسن نظر جمهوري، فدائما وكل حاجه كنستقيها منهم. اكيد ما غاديش نقول لك لقيت، ولكن هو من الالوان يمكن نقول لك اللون الاول المفضل عند سعيد الشرف من بعد اللون الحساني. هالرقاده وناس الرقاده كنقدرهم بزاف، تحيه عبركم لفنان كبير هشام خاتير بكل المقاييس، كل حب وكل تقدير وكل ابتسامه وكل سعاده. الله يديم عليكم الفرح ويسعدكم، وربي يرفع هذا البلاء ونشوفكم في احسن حال، ووجده تكون دائما كيف انا مولفتها، مهرجاناتها بحفلاتها وبناسها الطيبة، كيران باريدة بسيدي يحيى حبيب وجدة، بالناس كل شيء بالمقروط، بأي حاجة جميلة من العادات ديال هذه المدينة الحبيبة. شكرا لك. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.